ميشو فاطن وميشو اخ وعكس بعض بيعيشوا فاطن وميشو فاطن وميشو اخ وعكس بعض بيعيشوا فاطن يا عيني مكسور جناحه وميشو قراري ونافش ريشه فاطن يا عيني مكسور جناحه وميشو قراري ونافش ريشه خير يا هاني يا بنات شكرا اتفضل السلام عليكم مع الخير يا فاطين بيه ايه جيد ايه جاي مالك في ايه الله ايه الادب اللي حط عليك مره واحده ده تحت امرك يا بيه لا انت مش مظبوط النهارده بقول لك يا جعيد انت متخانق مع مراتك ايه اللي تشوفه يا بيه بس احسن واضح ان الضرب بيجيب فايده معاك بيجيب يا بيه اللي قول لي بقى المدرسه عامله ايه اصلها وحشتني قوي كله تمام يا بيه الانسه الاستاذه مروه جت والانسه الاستاذه لميا جت وما فاضلش غير الانسه الاستاذه ساره وربنا يزيدك يا فاطين بيه لا لا والله العظيم انت النهارده مش مظبوط على فكره مش طبيعي خالص بس انا دلوقتي مش فاضيلك اخلص الاذاعه المدرسيه وبعد كده اروق لك يا جايدي والله مضروب يا ابوي عليك يا ابو الفطاطين يا العيب واذا كنت قد حصلت على الجائزه الاولى في البحث ال13 ليا يا اولاد فانا ما زلت اتعلم
وسأظل أتعلم، سأظل أتعلم حتى آخر نفس لي، حتى آخر قطرة من دمي. وحكمة اليوم هي: كلما كبرت السنبلة انحنت، وكلما ازداد علم العالم تواضع. كان معكم مستر فطين سيد حسان، مدرس الدراسات الاجتماعية بمدرسة أبناء الغد الخاصة. شكرا. شايف يا دودي؟ واضح ان الجايزة بتاعتي علمة الأولاد الأدب. شايف ازاي رافعين ايديهم واقفين مهذبين تقديرا ليا؟ فخور بيهم قوي. صباح الخير يا استاذه مروة. صباح الخير يا مستر فطين. بقول لك يا استاذه مروة، انا المدرسه النهارده كلها متغيره معايا، ومش عارف ايه السبب، يعني ايه اللي حصل لكل ده، مش عارف. ما لاقيش يعني عندك تفسير منطقي لكل ده. ما جتش ليه الميعاد اول امبارح؟ ميعاد؟ ميعاد ايه؟ استنيتك في الكافيه اللي قلت لي عليه في الزمالك. بس على العموم انا مش زعلانه، هتيجي النهارده؟ هاجي فين؟ فطين 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 حبيبي، فطين حبيبي، ايه وحشتني وحشتني. صباح الخير. بعد اذنكم. صباح الخير يا لمياء يا حبيبتي. ايه ده؟ انا بجد حبيبتك؟ طبعا حبيبتي. انت كمان حبيبي وخطيبي. ممكن اطلب منك طلب؟ ممكن يعني بعد المدرسه نخرج شويه، علشان انت وحشني قوي. ويا فتفة يا فضفض. ايه ده؟ معقولة الوحشة دي كلها من يوم واحد بس؟ هو ايه اللي بيحصل في المدرسة ده؟ جلوس جلوس. ايه ده؟ لا انا كده مش فاهم اي حاجة. صباح الخير يا استاذ فطين. صباح الخير يا فندم. ابسط يا استاذ فطين، الاستاذ رؤوف صاحب المدرسه وافق لك على الرحلات المدرسيه المجانيه اللي طلبتها منه في بدايه العام الدراسي. والله ده خبر هايل والله. ده مش كده وبس، ده كمان صرف لك مكافاه شهر. شهر؟ حضرتك انا متشكر جدا جدا، ويا ريت يعني تبلغوا تحياتي. هو كان ليه طلب صغير عند معاليك. يؤمر. يا ريت حضرتك تكلم الآنسة المبجلة بنت أخت معالي وزير التربية والتعليم، عشان الوزير يحضر بنفسه المدرسة ويفتتح قسم الكمبيوتر. طبعا الموضوع ده لو حصل هيفرق كتير مع المدرسة وسمعتها. حاضر، ما تقلقش يا فندم، أنا هكلمها. متشكر متشكر يا أستاذ فطين. مع السلامة. على السلامة. اهلا وسهلا، اتفضلي يا سارة. اهلا اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا ميشو يا ولدي. سارة حاج اللي كلمت حضرتك عنها. اهلا وسهلا. ازيك يا عم؟ ازيك انت يا بنتي؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، تبارك الله. استريح يا بنتي. يا ولد هات التمر ومية الورد. جاهز يا حاج. اتفضلي يا اخت سارة. متشكرة قوي. ميرسي. اتفضل يا اخ ميشو. جزاك الله خير. تفضل التمر هنيئا بريئا ان شاء الله. متشكرة يا عم. طيب انا هستأذنكم عشان صلاة العصر وجبت. مع السلامة يا عم. معلش يا بنتي اصلي متوضي. ميشو يا ولدي. نعم. لا تتأخر عن صلاة العصر. حاضر. مع السلامة يا حاج. الله يسلمك. ايه رأيك كده ماشي تمام؟ تمام قوي. اخلع بقى يا سيد. شافت البوسة؟ شافتها يا سيد، اخلع بقى. الله الله.
مع السلامه يا حاج. الله يسلمك يا ولدي لا تتاخر. ايه رايك بقى في الحاج؟ زي ما قلت لك عليه بالظبط، ما تلحقيش تقعدي معاه خالص. نسمع ملاك فعلا. حلو قوي المحل ده. الطب والتمر حلو قوي. الحاج جايبه معاه من اخر عمره، ربنا يا رب يبارك لنا فيه. بس انا مندهش قوي يا لمياء يا حبيبتي. ليه يا حبيبي؟ اصلك يعني متشعلقه كده في دراعي عادي يعني، وكلمه حبيبي بقت سهله قوي على لسانك. ما اقولهاش ليه يا حبيبي؟ ايه ده فاطين؟ ايه ده، دي حركه دي ولا ايه؟ انا خفت اصل ياخدني نص. غريبه قوي، اول مره يبقوا مؤدبين بالشكل ده. هما يقدروا يطولوا لسانهم عليك بعد اللي انت عملته فيهم اول امبارح يا حبيبي؟ اصل انت عملت حاجات عمرك ما عملتها قبل كده، كنت حد تاني خالص. طب بقول لك ايه يا لمياء، احكي لي ايه بقى اللي انا عملته بالظبط وبالتفصيل. يعني ايه كل ده حصل علشان مشوا بقى مكان يوم واحد؟ يعني انا اللي كنت غلط؟ يعني ايه مشوا هو اللي صح؟ يعني انا كنت غلط يا دكتوره ومشوا هو اللي صح؟ مين بس اللي قال كده؟ كل حاجه بتقول كده. انا لما حطيت نفسي مكانه شفت الدنيا على حقيقتها، ولما مشوا بقى مكاني عراني وشفت نفسي على حقيقتها. الناس كلها احترمت مشوا مش فاطين. بس ده مش معناه ان هو صح، لا، سلوك المجتمع نفسه هو اللي غلط. يعني كل الناس غلط وانا اللي صح؟ حتى لو اللي حضرتك بتقوليه ده يا دكتوره صح، هبقى انا برضو اللي غلط، لاني ندم انا شاذ في وسط المجتمع رافضني ورافض سلوكي. يعني ايه عايز تبقى غلط عشان تبقى زيهم؟ امال اعمل ايه؟ بس حاول تغيره دكتوره، وانا عارف اغير اخويا علشان اغيره. عارف يا فاطين، لو نجحت انك تغير مشو اخوك، ساعتها سلوك المجتمع كله هيتغير لوحده، لان خلاص مش هيبقى فيه مشو، هيبقى فاطين بس هو اللي موجود. قصدك ايه يا دكتوره؟ انا مش عايزاك تستسلم يا فاطين، انا عارفه انك صح، بس انا عايزاك انت كمان تتاكد من جواك انك صح. انت صحيح بتعوم عكس التيار ويمكن الموج عالي عليك قوي، بس انت دلوقتي خلاص بقيت في وسط البحر، يعني يا هتعوم وتنجي نفسك يا هتغرق ومحدش هيحس بيك. فطير حسيت برجليك. بص المفاجأة، جبت لك كتاب حكام مصر القديمة من أول الأسرة الأولى في عهد الملك نارمر. فطين فطين فطين، ماله فطين؟ لا 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 الله 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 الله. بص بص بص، ايوه ايوه ده كلام ولا ملاك؟ البروجرام النهارده هيعجبك جدا يا ميشو. اكيد طبعا يا ساره، انا بحب الموسيقى جدا وخصوصا بتاعه الاوبرا، ليها كده معزه خاصه عندي. انما ما قلتليش بقى ايه البروجرام النهارده؟ بص يا سيتي، السيمفونيه التاسعه لبيتهوفن بحبها قوي. والسيمفونيه الاربعين لموزارت. ياه وحشاني قوي الاربعين دي. ودبل كونشيرتو الباخ. دبل ده هيل قوي. بص بقى كمان في مفاجاه تحبها جدا. ايوه كده، ايه بقى المفاجاه؟ اكيد جورج وسوف جاي النهارده صح؟ جورج لا يعني قصدي ايه المفاجاه ساره؟ بص يا سيدي، السيمفونيه الناقصه لشوبار. السيمفونيه الناقصه لشوبار، يبقى اكيد هيكملوها النهارده صح؟ هيكملوها ايه يا ميشو؟ احنا هنلعبها النهارده، نعزفها. احنا هنلعبها صح. بص يا ميشو بقى، انا شكلي هتاخر كده، بص اشوفك بعد الحفله. اوكي ماشي يا ساره، وروحي ربنا يصلح حالك.
منك لله يا فطين. شو برد ايه بس وبيتهوفن ايه وبخ ايه وكلمة بقى بعزف الساكس. معلش بقى صورة، كان بودي اسمع السيمفونية الناقصة بس مش ينفع. انا ما سبتش فطين من ساعة ما خرج من المدرسة لحد ما رجع البيت. المهم النتيجة، النتيجة ايه؟ لا هو كويس زي الفل. كويس ايه بمبوني؟ هو انا بسألك عن صحته؟ معلش انت بتسأل عن خط سيره يعني؟ ايوه. هو خرج من المدرسة وراح عمارة فيها عيادة دكتورة نفسية، الظاهر كده بيديها درس خصوصي، وبعد كده خلص ورجع على البيت وهو هناك. هو في التحرير؟ لا بس في الموضوع. يعني انا اصل الغلط يا فطين؟ هي دي الحقيقة عم انس. انا غلطان اللي حبيت اخليك نموذج للانسان المثالي اللي ما بقاش موجود دلوقتي. ادي قلتها، نموذج لانسان مش موجود، يعني ما ينفعش يتعامل مع الناس الموجودين، يعني يتحط في علبة ويبقى في فاترينا للعرض وبس، وبقيت جوه العلبة مش عارف اخرج منها. قفلت عليك عشان كنت خايف عليك، وادي النتيجة. فشل في كل حاجة، وكل حاجة أنا بعملها أنت الوحيد اللي بتشوفها صح، بتشوفها نجاح. عملتني النموذج اللي أنت عايزه قدامك ويفكرك بنفسك عشان تثبت لنفسك إن أنت كنت صح، إن أخوك زايد كان غلط، حتى ما بقيت نسخة منك. قافل على نفسي وسط كتبي لحد ما بقيت كتاب زيهم مركون على الرف، محدش بيقرب مني غير اللي زيي، واللي زيي مش موجود. بقيت نسخة كتاب بس نسخة باهتة، عشان النسخة الأصلية هي كمان كانت باهتة. الله يسامحك يا فطين، الله يسامحك. انا هنزل بقى دلوقتي عشان واضح ان انا وجودي بيسبب لك ضيق، بس قبل ما انزل عايز اقول لك حاجه مهمه. عمك انس ما هوش نسخه بقى يا فطين، عمك انس اللي شاف الموت بعينيه في النكسه وما ماتش مش نسخه بقت. عمك انس اللي حارب وشاف زمايله بيموتوا قدام عينيه لحد ما جاب النصر مش نسخه بقت. اللي رباك وعلمك يعني ايه اخلاق وسلوك وحب ووطن وحريه ما هواش نسخة بقت. الناس بس اللي بتنسى، انت ظهر بقيت زيهم عايز تنسى. انا حسيبك دلوقتي وانا عارف ان فطين ابني اللي ما خلفتوش هيرجع لي تاني بعد ما يهدى ويفكر، لاني متأكد انك عارف مين الصح ومن الغلط. Thank you.
هكذا لم يكن طريقي مفروشا بالورود وأنا أحاول تغيير أخي ميشو، ففي كل مرة يصيبني جرح ولكني أضمد جراحي وأتحمل حتى أحقق ما أتمناه لأخي، ولكن هذه المرة وبسبب أخي ميشو أيضا قد سبب لي جرح عميق لا أعرف كيف سأعالجه أو أداويه. وهذا الجرح هو أقرب إنسان لي في هذه الحياة، وهو عمي أنس. سامحني يا عمي أنس، فأنت الذي علمتني وقلت لي كن مثل الصياد الماهر الذي لا يخطئ فريسته، فعذرا عذرا لأنك أنت أول من أصابته سهامي. أنا الآن خجلا من نفسي ومنك عما اقترفته في حقك، ولكن عزائي الوحيد قول سوفوكليس: كلما زاد عدد الأمور التي يخجل منها الإنسان كان أقرب إلى الكمال. نوى على إيه يا ميشو؟ هي لو مشيت وتمت زي ما أنا عاوز هتبقى عملية العمر، وهتكسر كل أرقامك القياسية اللي فاتت، ولا تخليك كده أحسن؟ الأحسن الواقعة في عملية زي دي هتبقى القاضية. بلاش مخاطرة. أيوة اهدى كده وخليك في الأمان، لأن اللي في دماغك ده مستحيل يتم. جاتك يا فاطمة. شكرا يا عم. خلي بالك من نفسك. عم أنس. نعم فطي. ما تزعلش مني، ما تزعلش مني. نعم في حد يزعل من ابنه برضه؟ طب ما تعيطش بقى. وانت كمان بتعيطش. انا ما بعيطش، انا بضحك. وانا كمان ما بعيطش، انا بضحك اهو. عمي انا بحبك قوي. وانا بحبك قوي يا حبيب عمك، بس انت معاك حق، في حاجات غلط انا كنت بعملها، بس من هنا ورايح مش هتتعمل، ومن هنا ورايح مفيش غير الصراحة المطلقة والمواجهة. المواجهة؟ ايوه المواجهة، حتى مع اقرب الاقربين. تبقى المواجهة والصراحة المطلقة هم درس النهاردة يا عمي. بعد اذن حضرتك. فطين. نعم عم. نسيت السندوتشات. على فكرة بقى عم أنس، مواجهة بمواجهة، سندوتشات الفول والطعمية اللي حضرتك بتدهاني كل يوم دي بتبقى باردة ودلعة وملهاش طعم. خلاص بعد كده نغيرها، بلاش سندوتشات الفول والطعمية، نمشيها جبنة بالقوطة. صباح الخير يا فاطين. ليه؟ المواجهة والصراحة المطلقة. على فكرة بقى جعيدي، انت جبان. انا جبان يا بيه. جبان وبتخاف وما بتختشيش. انا يا بيه جبان وبخاف وما بختشيش. ياه
للدرجة دي مشو مقصر؟ بص يا جعيدي، ما تخافش ما تخافش، تعالي تعالي. بص، عايزك تنسى اللي انا عملته فيك ده يوم الخميس خالص، كأن كان حد يعني غير اللي عمله. انسى انسى. جد يا فاطين بيه؟ جد يا جعيدي. اكتاه الواحد يرجع يضحك معاك تاني يا ابو الفطاين يا عسل. مش للدرجات يا جعيدي. حاضر يا بيه. مرسي. صباح الخير يا أستاذة مروة. صباح الخير يا مستر فاطي. أستاذة مروة، أنا آسف لو كنت زعلتك قبل كده، بس أنا عايز أقولك على حاجة، لأنك أنت إيه؟ إنسانة مهذبة ومحترمة، صدقيني أنت تستاهلي أحسن إنسان في الدنيا. ميرسي يا مستر فاطي. وكمان مش عايزك تزعلي من خطيبتي لمياء. خطيبتي لمياء دي قلبها أبيض جدا، هي أي نعم يعني شعنونة حبتين، لكن هي كويسة. انت عارفة انا برغم شعنينتها دي الا اني بحبها جدا وبموت فيها وعمري ما هزعل منها، وانا عارف ان انت انسانة كويسة وقلبك ابيض انت كمان، ومش هتزعلي صح؟ ربنا يوفقكم مع بعض يا مستر فتي. متشكر جدا يا استاذة مروة. بعد اذنك يا مستر فتي. اتفضلي. لما انا كنت انا سمعت كل حاجه وحبي زاد ليك اكتر واكتر. لمياء، انا كنت عايزه اقول لك على حاجه بس بصراحه. عارفه بتحبني وبتموت فيا صح؟ صح، بس انا كنت عايزه اقول لك على حاجه تانية بصراحه. عارفه بيتغير عليا من الهوا الطاير صح؟ صح، بس انا كنت عايزه اقول لك على حاجه ثالثه بصراحه. فاطين يا حبيبي، انا مش عايزه اسمع اي حاجه دلوقتي، هسمعك بعد المدرسه بقلبي. اوكي، هسيبك بقى عشان ماتش البيج بونج. باي. لا 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 لا. منك لله يا ميشو، يعني هي كانت ناقصه جنان. هوب 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 هوب. ايوه كده، ايوه يا سيكا. صباح الفل. ايه عرايسنا الحلوين مصحصحين كده على الصبح ورايحين فين؟ هنكون رايحين فين يا ميش؟ رايحين النادي طبعا. اصل سميره سمرتي قالت نلعب شويه رياضه وبعدين هيجي لنا المحامي علشان المشروع اللي هنعمله انا وهي مع بعض، سلسله محلات اس اس. سلسله محلات. بالتوفيق يا مسيح. اس ان اس. بالتوفيق يا حبيبي، بالتوفيق. يلا يا سيكا عشان ما تاخرش. هوب هوب سيكا. هوب سيكا يا سيد. هوب هوب. يلا اشتغل اشتغل. هوب هوب اشتغل يا مسيح. هوب هوب هوب. خلوا بالكم من بعض، ها امسكوا في ايدين بعض يا عرايس. ما تخافش على ابوك يا. هوب 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 هوب. سيكا ساره. الو. ايوه ساره. لا هبقى احكي لك لما اشوفك. ايه؟ احب طبعا، ده ركوب الخيل ده هوايتي اصلا. خلاص ماشي، هغير هدومي واجيلك. يلا باي. ركوب خيل ايه بس؟ امبارح الاوبرا والنهارده ركوب الخيل. يا ترى هتودينا فين يا سيفاطين تاني؟ الو. ايش كان هاني؟ انا بخير الحمد لله. افضي نفسي. حاضر حالا. مسافه السكه. مع السلامه، مع الف الف سلامه. ترى عايزاني ليه؟ يمكن ابنها فهمي رأي يعني، يمكن. على العموم انا متفائل، انا متفائل جدا. Yeah.
الشمس قلبي وظله يا كنت العمر كله يا شمس قلبي وظله يا كنت العمر كله يا فرحة عمري كله يا شمس قلبي وظله يا فرحة عمري. وسندوتشات طعمها يجنن، تحفة. بس برد قوي ودلع كمان. بالعكس دي لذيذة قوي. قولي بقى الحاجة المهمة اللي كنت عايز تتكلم فيها معايا بصراحة. بص بقى لمياء، الصراحة يعني ان انا لمياء بحبك قوي وبموت فيكي، وربنا وحده هو اللي اعلم والله العظيم. بس انا النهاردة بقى في يوم الصراحة العالمي ده عايزك تركزي كده يا لمياء معايا، وتكوني يا ريت يا ريت يا ريت يعني تكوني هادية على الاخر. اهو انا مركزة وهادية. انت غمضت عينيك ليه؟ اصلي بصراحة بتكسف، وبعدين دي أول مرة. لا فتحي عينيك فتحي عينيك يا بنت، انت فهمتيني غلط خالص. يا فطير مش ده الكلام اللي أنا أقصدي فيه، أنا عايزك يعني تسمعيني كويس يا لمياء. طيب أنا سامعاك أهو. يا لمياء ليه بس انت مصدغالي؟ الله، عايزك تركزي بقى يا لمياء يا حبيبتي بقى. طب بصي بقى لمياء، الصراحه اللي انا عايز اقولها لك يعني ده غير بقى صراحه ان انا بموت فيك وبحبك وكده يعني، ويا ريت تكوني هاديه. ها يوم الخميس اللي فات لما انا بقى كنت ماشي معاكي كده وضربت العيال الصيع، ايوه كنت جامد، كنت بطل، كنت اسد، كان يوم تحفه. اصبري بس اصبري، يمكن تغيري رايك. ايه؟ يوميها بقى ايوه انا ما كنتش، انا ما انا عارفه كنت اسد كده، كنت شهم، كنت شجاع قوي. ايه ما كنتش انا، كان اخويا ميشو. ايه ميشو؟ ايوه. وايه اللي خلاه يعمل كده؟ انا اللي طلبت منه كده. وانت طلبت منه يعمل كده ليه؟ ما هي دي بقى لمياء تاني صراحه. بصراحه بقى ميشو اخويا مش سوي، فانا كنت عايز اوريله يعني عالم غير العالم بتاعه علشان اغيره. وانت ما قلتليش ليه؟ ما هي دي شروط اللعبه، ان احنا ما نقولش لحد علشان الامور تمشي طبيعيه. ويعني ايه هو مش سوي؟ ما تتكلم انت. يعني بس والنبي عايزك تبقى هادي. يخرب بيت هاديه ما تتكلم بقى. حرامي. ايه؟ لص يعني. يعني اللي كان ماشي معايا في المدرسه ده حرامي؟ ايوه. ايوه. يا لهوي. لمياء. الهوني انا. لمياء لمياء. لمياء. طب استني بقى، طالما وصلت يا لهوي والحقوني انا وفرجت علينا الاجانب يا لمياء. خدي بقى الكبيرة علشان تكمل. في تاني؟ ايوه اصبري اصبري اصبري. بابا سيد الحاوي. ماله حرامي هو كمان؟ برافو عليك يا لمياء. يا عارف يا دنيا. وسميرة سمير مراته. مالها حرامية؟ لا بابا الحرامي اتجوزها علشان يلهب فلوسها. يا نهار اسود، يعني لو وقعت في عيلة كلها نصابين وحرامية؟ لا يا لمياء احترمي نفسك، العيلة مش كلها حرامية. أصف. لا نصها بس اللي حرامية. انا حرامي، انا وعم انس حرامي، انت عارفانا كويس يا لمياء. وبعدين شفت بقى انا ما كنتش عايز مساعده بابا ولا ميشو في جوازنا. ازاي جوازنا؟ هو انت لسه بتتكلم في جوازنا؟ ده انت بتحلم. ليه يا لمياء؟ خد يا فطين السندوتشات، امسك الدبله بتاعتك دي، مش عايز اشوف وشك تاني يا كداب يا خير يا حرامي. وعلى فكره بقى السندوتشات كانت مسخه ودلع. ها يا لمياء، مسخة ودلعة بعد ما كلتيهم يا لمياء؟ كان أسد وبطل وشجاع، وعرفت إن هو حرامي رميتيلي الدبلة في وشي. دي آخرتها يا عم أنس، دي آخرتها. لازم يعني تديني حبوب الصراحة وتقولي المواجهة حتى مع أقرب الأقربين. أهي رميتلي الدبلة في وشي أهي، وبقت أبعد الأبعدين. كان لازم أعتذر لك يا أنس عن اللي حصل من فهمي ابني في الفيلا. Vraiment je m'excuse. العفو يا اشجان هانم، انا برضو مقدر شعور واحد، عارف ان امه هترتبط بواحد غير ابوه. طول عمرك انسان يا انس. وبرضو عندي امل ان فهمي غير رايه. تفتكر يا انس في واحده في الدنيا تستاهل حبك ده؟ انت تستاهل الحب كله يا اشجان هانم. من فضلك يا انس بلاش تقولي اشجان هانم تاني. حاضر. على فكره انا مسافره لبنتي دومان تاني. نو تانكيا كلو، ده هو اسبوع واحد سولمون.
عشان اكلمها في موضوعنا، وهي كمان ليها تاثير كبير قوي على فهمي اخوها. هتوحشينا قوي انا وفاطين. وانتوا كمان هتوحشوني قوي. وادي عقد الشركه يا سميره يا سميرة هانم ما بينكم عشان تمضوا عليه. ما قلتليش يا متر، المشروع ده كله على بعضه هيكلف كام؟ يعني حوالي كده 15 مليون جنيه بس، وهنبدأ بفرعين، بس محتاجين شوية فلوس عشان نبدأ يعني. حلوة قوي. الأستاذ أبو العيلة شايف شغله تمام. يا ترى بقى يا سيد بيه هيساهم بكام في الشركة عشان نكتبه في العقد؟ والله أنا كل اللي أقدر أدفعه دلوقتي 1,400,000. دي كل فلوسي اللي موجودة هنا، بقيت فلوسي في سويسرا. متر أبو العيلة، أنا عايزاك تكتب إن نسبة مشاركة سيد بي 7.5 مليون، وعايزاك كمان تكتب إن هو ليه نص الأرباح، والفرق في حساب سيد بي أنا هدفعه من رصيدي. بس يا سميرة هاني. بس إيه؟ في إيه يا متر؟ اسمع كلام سميرة هاني منفذه، دي بتزهق بسرعة. حاضر يا هاني، اللي تشوفيه. اتفضلي امضي يا سميرة هانم. امضي يا سيكا. يا ريت. امضي يا سيد بيه. امضي يا سمرتي. يا ريت. يا ريت يا ريت تاخدي العقد. شكر جدا. طب استاذن انا بقى يا سميرة هانم. الف سلامة. شكر جدا. مبروك يا سيد بيه. الله يبارك فيك. الف مبروك. مبروك عليا يا سيكا. مبروك علينا احنا يا حبيبتي. الف مبروك. بقول لك ايه، ما ان شاء الله بينا نروح. انا حاسس ان جوايا 100 حصان بيجروا ورا بعض. بيجروا فين يا سيكا؟ جوايا هيموتوني. يلا بينا. يلا. ايه؟ مالك؟ سلامتك في ايه؟ حاسه اني ايه؟ زي ما اكون مش عايزه اتسرع واقول لك، بس باين. والله. ايوه طبعا. انا مالك يا حبيبتي، انا مالك. واحده واحده. تاتا. دايخه طبعا. انا مالك. تاتا خطي العتب على مالك. لا بس انت طلعت بروفيشنال في ركوب الخيل يا ميشو. اي خدمه. انت ايه، مفيش حاجه ما بتعرفش تعملها؟ اصل انا بصي بقى يا ساره، احب اعمل اي حاجه تخليني ابقى حر. يعني بحب اكون دايما طاير. وبعدين انت كمان طلعت بروفيشنال في ركوب الخيل. قولي لي يا ساره، انت مخبيه عليا ايه تاني؟ لو انت مخبي عليا حاجه يبقى انا كمان مخبيه عليك. انا مش مخبي. وانا اخبي ايه يعني؟ خلاص ميشو، انا عايز اسالك سؤال وتجاوبني عليه بصراحه. طبعا اسالي، ده احلى حاجه في البني ادم هي الصراحه. انت ايه رايك فيا؟ الصراحه قمر. قصدي يعني انسانه جميله ومهذبه ورقيقه وشعرك حلو. وبرضو قمر. يعني انت بتثق فيا؟ ايوه يا ساره. في ايه؟ انت في حاجه ومخبياها مش عايزه تقوليها، متردده. قولي يا ساره. ها قولي يا قمر. قولي يا قمر. استني استني، انا عارفها. تقولي لي بقى، انا جاي لعريس ومش عارفه اعمل ايه، والفيلم يا ميشو العربي. يا ميشو ما تهزرش، في حاجه عايز اقولها لك. طب ما تقول يا ساره. في ايه؟ بص يا سيدي. لحظه يا ساره، انا اسف. الو. ايوه فريد بيه. حاضر، انا كمان كنت عايزك. لا مسافه سكه على طول. يلا باي. سلام. يا ساره معلش بقى، جالي درس على الهوا كده، هروح اديه وبعدين ابقى اقابلك بالليل بقى. تليفونات. باي 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 باي. ما تقلقش يا فاطين، ما تقلقش يا ابني. التماثيل اللي بتترمم هتتنقل في سياره خاصه وتحت حراسة أمنية خاصة كمان. وأنا لولا عارف أنت قد إيه بتحب الآثار، عشان كده جيت أطمنك بنفسي. حضرتك لو عايزني أجي بنفسي أشارك في عملية الحراسة، أنا تحت أمر حضرتك. وهو ترمس الشاي موجود، وأخلي عمي يعمل لنا سندوتشات ونيجي نحرس للصبح. أنا قلت لك ما تقلقش يا فاطين، الجهات الأمنية هتقوم بدورها على أكمل وجه. أنت ليك عندي بقى خبر كويس أوي. إيه يا فندم؟ السيد أمين عامل مجلس الأعلى للآثار أرى البحث بتاعك الأخير، وعجبته جدا فكرتك اللي أنت طرحتها فيه، وهي عمل قاعة كبيرة في المتحف الجديد نعرض فيها تاريخ المصريين العظماء من أول العصر الفرعوني لغاية دلوقتي. بجد يا فندم أنا مش مصدق نفسي. ياه، يعني أنا فكرتها تتنفذ خلاص؟ مش بس كده،
انت هتكلم سيادته حالا كمان. ايه؟ مين؟ انا؟ سيادة الامين العام للمجلس الاعلى للاثار بنفسه هيكلمني انا؟ هو انت شوية يا فاطين، لحظة واحدة. الو؟ ايوه يا فندم، مع حضرتك يا فندم. حاضر حاضر، قوم قوم هيبلغوا سيادته. قوم قوم. بلاش يا فندم بلاش، لحسن انا خايف قوي مش هعرف اتكلم ربع كلمه. بلاش يا فندم. الو؟ ايوه يا فندم، مع حضرتك. ايوه فاطين سيد حسان يا فندم. حاضر حاضر يا فندم. بلاش. حاضر الو، السلام عليكم. ايوه دكتور. ايوه مع حضرتك يا فندم. هو انا فاطين سيد حسان يا فندم، مع حضرتك. والله يا فندم والله انا مش مصدق ان انا بكلم يعني سياده الامين العام للمجلس الاعلى للاثار بنفسه يا فندم. يا لا 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 خالص يا فندم، انا مش محتاج اي حاجه حضرتك، شاكر جدا يعني. انا بحب مصر بس والله. ماشي يا فندم. بقول لحضرتك ايه يا فندم، انا كنت عايز يعني اقول لسعادتك يا ريت تخلي بالكم من التماثيل، لان التماثيل دي يعني تراثنا، ويا فندم اللي زي عنابي بيه دولت كتروا قوي. قصدي يا فندم اللي زي اللصوص اللي هم بتوع الاثارات دولت كتروا يا فندم قوي. ماشي يا فندم، انا شاكر يا فندم. لا يا فندم انا فاطين، انا شاكر متشكر يا فندم لذوق حضرتك جدا، وانا متاسف جدا يعني لمشغوليات حضرتك وكده وانا عطلتك. ماشي يا دكتور، ماشي. اتفضل اتفضل اتفضل. ياه شفت بقى يا سي فاطين، انا مبسوط جدا يا فندم، مبسوط جدا. ياه ده هو بنفسه اللي كلمني والله، صوته صوته سامعه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. ده ايه ده كمان، ده عاني لزياره مكتبه. الحمد لله يا فعلا، ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. مبروك يا فاتين يا ابني، وده هيدي لك حافز انك تزود ابحاثك وشغلك. متشكر جدا يا فندم، متشكر جدا. وانا اكيد يا فندم لما هقابل سيادته هقول له على كل المجهودات اللي حضرتك بتبذلها هنا. يا ريت يا ريت يا فاطين يا ابني. ده انا كمان يا فندم هقول له على كل الشباب اللي متخرجين اللي زيي ولسه مستنيين الفرصه، هقول له على كل حاجه سلبيه ولازم تتغير، واكيد هو هيسمعنا يا فندم. ياه انا متفائل جدا متفائل جدا. وكما قالت هيلين كيلر، ابقي وجهك في اتجاه الشمس ولن ترى الظلام ابدا. Let's go.